حياكم الله يا أعزائي المتابعين، رجعنا بسلسلة جديدة أخبار المشاهير وحلقة الأولى، ويلا قام. خبر الأول، فايز المالكي يدعو مشاهير سوشيال ميديا للمساهمة في قضاء حوائج المحتاجين في شهر رمضان المبارك. مساكم الله بخير، قاعد الآن أقفل حالات بفضل الله ثم فضلكم ودعمكم أنتم أصحاب الجود أولا في منصة جود للإسكان، في فرجات، في شفاء، في منصة إحسان، في منصة تراحم، بفضل الله ثم فضلكم، بفضل أهل الخير اللي يتبرعوا لوجه الله وأسأل الله قبول. قاعد أقول بصوت عالي، تخيلوا كل المشاهير عندنا بنات وشباب لو كل واحد منهم أخذ 30 حالة في 30 يوم في رمضان، اللي في الإنستغرام، اللي في تويتر، اللي في السناب، من مشهور ومشهور، شوفوا كم بنقفل حالات، وبفضل الله ثم فضلكم شوفوا كم بنفرج كرب على المسلمين من محتاجين، من مساجين، من مرضى. يا الله يا رب يا رب اللي يسمعني من المشاهير انه يتكفل في شهر رمضان بثلاثين حالة، كل واحد 30 حالة، كل يوم نزل حالة، كل يوم نزل حالة، إلى الله يفرجها. تسمحون على خير صراحة. شكرا شكرا يا فايز، شكرا، الله يجزاك خير. الخبر الثاني من الكويت، احتفلت الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها، رفع الحظر عن أموالها بعد قضية غسيل الأموال. الثالث برضو من الكويت، خلونا نشوف نهى نبيل تتصل على هيا شعبي. تأكد هي تدري انها ترند ولا ما تدري؟ الو هيون، هلا ترين انش مكسرة السوشيال ميديا ولا ما تدرين؟ ايه شفتي؟ بلا ادري قاعد يزولي الفيديوهات، والله متمل الضحك يومين، انا اضحك يعني الحمد لله. عرفوا هيونة، عرفوا هيونة تحبهم. هيون ترى مصورة كل شيء سناب. وين مقعدين يا مأسد؟ بدري وين بدعوا فيك؟ هيا بدعوا فيك، مرة حاطينش بالبار، مرة حاطينش بطيارة. زعلتي ولا ما زعلتي؟ لا والله ما زعلت، مستانسة وايد وايد، ومستانسة إن في كلام ما يدخل قاعد ينقال، وبالعكس يا مرة قاضينا حين ما كان قاضينا اللي قبل ونجوي وستانسة وذا الفيديوهات أم ونستكم زيدوهم زيدوهم. خبرنا الرابع، أول تعليق على الترند، روان بن حسين تعلنها أفضل طريقة أنه أنا أعتذر لنفسي، أعتذر لأبو بنتي، أعتذر لبنتي على الخربطة اللي أنا سويتها in public is to go in public on an interview and say أنه أنا غلط، أنا غلط بحق طريقي وظلمته. رعش، وما أدراك ما الرعش، يبي يخطب لوجان عمران ويشتري لها ناطحة سحاب. أركض هديتك. جال بعتنياقي 60 ناقة وجابت لي فوق 60 مليون. اسمعوا اسمعوا يا المتابعين، رحت فتشت أنا بالجوالات ولقيت فيه لجين عمران تقول في الانستغرام، تقول أنا لا أبحث عن الماء، أبحث عن رجل. فاليوم يا متابعين، يا أحبابي، يا أصدقائي، ها أبقاك تكلموا لي لجين عمران تقولون رعش يخطبك على سنت الله ورسوله، تبين فلوس موجودة، تبين أبراج موجودة، بشريك من الأبراج هذه مهر لك. اسمعون أنا رجعت رممزح، اسمعوا حتى ما غرت تطالعون بعيونكم ولا تفعلوا خير، شد حيلك وانت شدي حيلك. شوفون أحد الأبراج هذه مهر لجين عمران، ولجين عمران فيها مميزات ما هي موجودة عند نساء العالم هذه كلها. اسمعوا المميزات اللي بعلمكم فيها، علمكم مميزات لجين عمران زوجتي المستقبلية. اسمعوني هذا إن شاء الله بإذن الله، مميزاتها مرة شخصية ومرة قوية
ومرة واثقة من نفسها، ومرة فيها حنان وفيها عطف، ومرة صادقة. تراها صادقة، ترى اللي في ناس ما يعرفونها مضبوط، يعني يمكن ترى مميزات لجين عمران، مرة صادقة، تراها صادقة، ومرة فيها رحمة، فيها رحمة، فيها رحمة، ومع ذلك جمال وزين، مرة متعلمة، مرة صح انحضارات، خلت البنات كلهن على جنب. لكن كلموني لجين عمران، ها قولوا اختاري من أحد الأبراج هذه، أحد الأبراج هذه، ولو كان مو عجب هالأبراج هذه بني لها برج جديد، برج جديد لها مهر، برج دين تقول يا رعش وقف خلاص، وصل 1000 دور 2000 دور وقف يا رعش خلاص يكفيني هذا مهر. وللمتابعين اللي يسعى لي أحد هالبيوت هذه يجي ويختار دورين، هذا دوار 4 دوار ما عندي مشكلة، أوكي بوزع يمكن 100 بيت على أزواجي يا ولد، وسعولي وبحط سنابي موجود، سعولي وادعولي لا تحسدوني. الخبر الخامس، سقوط عبد الرحمن المطيري. يا حبي لك والله. سلام سلام، بسم الله عليك. بسم الله بسم الله. وفقد ذاكرته مؤقتا. مرحبا ومساكم الله بالخير. اللي صار يوم الجمعة يا جماعة، الله يحفظنا حنا وياكم، يكفينا كل شر بدون مبالغة يا جماعة. يوم طحت وصل الحال إلى درجة إن جاوع عساف وجاع عساف، أقول من أنتم؟ وش السالفة؟ وش جابني هنا؟ ودوني لأبو عقيل وبعوض، أقول أبو عقيل أنت أبو عقيل بس ليش الخيل معك؟ العيال في هالمرحلة مستوعبين ولا هم مستوعبين، وأنا فعلا فعلا طبعا ما جاني إغماء، لا أمشي وأقوم وأركب السيارة ما في أي شيء، بس إني ما أعرف وش اللي صاير، ما أعرف وين أنا، ولا أعرف وش اللي جابني هنا. فقد ذاكرة، الله يحفظنا حنا وياكم من كل شر يا رب يا كريم. الخبر السادس، خلنا نشوف ردة فعل أنس على انتقاد الناس لشراءه نجمة من السماء لزوجته. أنس يشتري نجمة لزوجته في السماء. يا جماعة من 3 أيام تقريبا عم شوف أنا على الفيسبوك على تويتر إنه عم تجيني رسائل إنه هذا الشيء سلبي، إنه في قصة عم بتصير حولين الموضوع هذا، بس ما صدقت. أوكي هذا ناس عم يتمسخروا وضحك مسخرة. تاني يوم معقول الموضوع على بجد؟ تالت يوم خلص على بجد، صار على كل القنوات الإخبارية، كل قناة إخبارية صارت أنس اشترى نجمة لزوجته على عيد الأم. كانوا أنا اتصلت على ناس قلت لهم شايفين لو سمحتوا الكوكب اللي جنب زحل هذا هلا بتعطوا له أصالة، واللي جنبه بتعطوا له ماما، إنه كأنه خلص تعاقدنا مع العالم نحن مع الكرة الأرضية. يا جماعة شو هالموضوع؟ أصالة كانت عاملة غنية، الغنية أمي في مقطع اسمه نجمة من النجوم، قلنا نجيب هالبروب تكمل قصة مثل المسلسلات المصرية السورية الطائية الشاكوش تكملت قصة بروب بيسموها، فقلنا والله نشتري هالبروب وحقه $70 والناس هم بكندا وبأمريكا كتير بس بيجيبوه إنه كقصة، وما في ناس أنا يعني ناس ما أنا معترفة إنه هي نجمة، هو هالفريم تاخده $70 ورسالة حب إنه والله الناس بيحطوهن لمرتهم لزوجته إنه I love you. مع هي القصة بالآخر هذا اللي صار، إذا وصلتكم على الواتساب تكونوا عرفتوا شو القصة وبس. على فكرة 99% إحنا من الأوقات ما منرد على كل هدول الشغلات، ولكن هي القصة بالذات جد ضحكتني إنه كيف الناس ممكن يعملوا قصة شغلة تافهة يعملوها شغلة كتير كبيرة وتكون مقالات رسمية على أخبار رسمية كأنه الموضوع مجنون. وبيضحك أكتر إنه وين كانوا هدول الناس نفسهم، وين لما كانت عم بتصير أكبر بث مباشر قبل شهر، أكبر بث مباشر خيري في تاريخ اليوتيوب العربي، ثاني أكبر بث مباشر خيري في العالم، 400,000 مشاهد لايف كانوا عم يحضروا، هذا غير المبالغ اللي تم التبرع فيها عن طريق اليو ان اتش سي ار. وين كانوا المقالات؟ وين كانوا الضجة الإعلامية؟ وين كانت كل هالقصص هاي؟ وين ما شفنا نفس الناس قاعدين عم يكتبوا على تويتر على الفيسبوك عم يقولوا هذا صار وهيك ما صار؟ وين كنتوا؟ ولا هلا والله خلونا نستنى لما أنس ينزل نجمه من السماء ما ادري واعرف شو. القصه كذب يعني، هديك القصه حقيقيه فيكم تحكوا، انا لا هي القصه كذب خلونا نعمل عليها قصه. وما هل عم يحاولوا ينزلونا؟ هل عم يحاولوا يبينوا انه نحن سيئين؟ هل غير واضح شو الفكره او شو الرساله؟ وليش ممكن شيء مثل هيك تافه يصير هو الخبر الاساسي؟ على العموم شغله الواحد بيسال حاله عليها، والضجه صارت وهلا الضجه عم بتصير، فطلعنا نرد بس والله من باب انه فرجيكم شوفوا شو اللي عم بيصير. على العموم عائله انا صار انتم دائما بظهرنا بنحبكم كثير، الموضوع كان بضحك فحبيت اطلع واحكي فيه شوي وبس. ما
المقطع السابع والأخير. هاشتاج طلع فوق في تويتر، أبو شارع القحطاني يرقص على أغنية أحلام. أنا أشوف عادي، والله عادي، الرجال كان هنا رحل عادي، وش المشكلة؟ بعدين هذه قناعات، أرقص وغني، كل الناس لحالها. إن شاء الله عجبتكم سلسلة أخبار المشاهير، وعندكم أي رأي تحت في التعليقات، ويلا مع السلامة.